إذن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية للجميع، رمضان مبارك سعيد للجميع، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. نتحف زي ون من جديد أكيد نغذي قزنية ميديا عبر هذه الإطلالة الجديدة المتجددة لمناقشة بعض الأمور التي تخصنا إكزنائيين كمغاربة كمسلمين وما إلى ذلك. فكما عودناكم دائما يعني نسلط الضوء يعني خل بعض يعني الظواهر وبعض يعني المجالات التي تخصنا كما سبق الذكر. فالموضوع النهار صراحة شحال زمان جات في كار يعني هذا سي ورق ديز نناقش بعض الاخوان، انما ارجوخ يعني كتب باش نسير الموضوع لانه موضوع يبدو انه خطير ولكن جديد يعني جديد ديك الزنايا وغريب يعني غريب وجديد، لذلك فيجب ان نتصدى له منذ البدايه. الموضوع بكل بساطة وخا يعني خلينا نديرو عواشة غير رمضان، ولكن الموضوع قتل الإلحاد. الإلحاد يعني موضوع خطير جدا يعني يتهم المسلمين بدرجة أولى، ولكن للأسف الشديد دين 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 بعض يعني شوية يعني العلامات يغنيني شوية ناس كزناين بدان يعني يديني شوية تأثير لنثا يعني من غني مش هو حسينا مش غنسمى روح المشكل. الإلحاد الموضوع يمغاج الموضوع خطير جدا يعني بدأ يشق طريقه إلى جزنين موجود يعني ذي المغرب ذي الدول الإسلامية وما إلى ذلك، انما ني غاون ديك زناين في الحقيقه ني غاون جديد يعني هو تجي شان وتجي شان كلشي سننت وتجي شان مهم جديد موضوع جديد، ولكن كاين موضوع قف موجود بعض ديك زناين خاصة ذي مواقع التواصل الاجتماعي ديني حسابات ديني أرقام خاصة ذي المجموعات ما يعني ما يعرف بمجموعات الواتساب. مرحبا بكم الإخوة والأخوات وتمثل سميرة تبارك الله عليك، أهلا وسهلا. وقيلا نغد من يعني الموضوع ربما تيري تسنت رشم يعني بسنين منايا. كذلك سي عزيز مرحبا بك ذومات ثومات سليمان كذلك أهلا وسهلا. مرا خزاك ناصي ورد الموضوع قذفة موجود ظنيت بأن أول مرة نسمع بأن بلي كاين ملحدين في كزنايا، ولكن كنشك في شي وحدين كنعرفهم في الحقيقه. رانشمني يا ثومات سليمان خمزوارو جاي وقع شويه الشك، ولكن شان عامين ما درت سنين قدامي يعني نتسلاسن سنيثن ولا نتسوارن يعني ليشان، ولكن واخا ما لا يدع يعني الشك باليقين انه قاين دين وتجيبو ذي المنطقه بالضبط يعني قاين دين زدغن، ولكن ذيك زناين ذيك زناين يعلنون يعني جهارا نهارا انهم ملحدين عافانا الله واياكم. فهذا الموضوع خطير مش لنا، يجب التصدي له منذ البدايه يعني منذ المهد قبل ما يستفحل قبل ما ينتشر بشكل اوسع ويعني واعمق. فالموضوع مفتوح للنقاش كان غير جنوجي كان غير سيور الموضوع عقف وقصدي يشاركن كذلك فمرحبا.
عدنا مجددا لمناقشة هذا الموضوع. فمش ننيغ بأنه كاين للأسف ظاهرة الإلحاد ديال المغرب بعد بصفة عامة، كاينين ملحدين يعني قعناش تنيشان ما كاينش. دي المنطقة نتازة دي جزناين نغاون بأنه نلاحظ بأنه دي بعض مجموعات الواتساب وكذلك دي مواقع مغنية مش نو فيسبوك ما دي المواقع التواصل، ف نشان يعني مواضيع اللي فيديو نثني نسي خمس سنين يعني سوار نسوق ممنسن يعني عزون باش دي انتشر الفكر الرواق التكفيري الإلحادي. الحقيقة هو أنا بوش المعلومات كثيرة في الموضوع قد إنما يبدو أنه خميس نغط سريدي وذانا ميخف سوارين ميخقان من أولا بأنهم يتكدابن من زيد يوسى الإسلام، أولا القرآن الكريم ويعني الرسول صلى الله عليه وسلم، فبمجرد أنك تسريد منايا صافي قد هو الإلحاد يعني مين دي من يقيم الناري. دين تومات سليمان بالنسبة للمسيحيين حاجة أخرى ثاني موضوع آخر، ولكن ينال الملحدين قاعنا شما ويتقن يعني ويتأمن ورزت تشنينت يعني تشن المذهب ولا مهم لا دينيين ليس غنيني بأنهم لا دينيين وجين دي مسلمين وجين دي مسيحيين وجين دي يهود من عنا ما نعرف قاعنا شن الملحدين نغون بانه نشسخينو سنغ البعض لا داعي بانه نشينو نتكابو يسمو مجارات العاده باننا خمي يعني نطرق الى الموضوع فيسمو ونتكاشو انما نغون موجودين نتنينو غنكلو غاصني تيريبو المشكل اصلا برا نتكاطن من عنان ولا المهم. على كل حال الموضوع عاقف يؤرق يعني المتابعين وكذلك الاكزناين كثيرين معروفين يعني الالتزام الطريق السوي والحسن العمل الخير يعني الالتزام بما تحمل الكلمه من معنى من معنى يعني دي مسر من نيشان اكزناين للاسف ديني يتم اقحام كذلك الامازيغن ما تسريد امازيغان المرافعات كثيرين الدفاع عن الهوية ياقت، فمباشرة البعض يظن أن الأمازيغن كذلك كلشي ملحدين ولا وما إلى ذلك، ولكن للأسف هذا ما كان. الأمازيغن الأغلبية الحمد لله اللي مسلمين حاملين لكتاب الله علماء فقهاء تفتن الأمازيغن لعل أبرز يعني مثل المثال وهما الفلاسفه قعدان الفقهاء وما الى ذلك ابرز واحد ربما نيني طارق بن زياد يجن الرحاله يجن مسلم امازيغي جوايد وقت نسى جوايد جو الالحاد ملي يبان ذي القرن العشرين يبدا ينتشر شيئا فشيئا للعالم وضد المغرب رقا خمي شي حاجه شن الظاهره تنتشر دي قينات دي تنتشر شوية شوية يعني تعوض أي جميع الأقطار من العالم. فكإكس ناين نغون شين معنيين بهذا الأمر لأن نلاحظ بأنه ديني الفكر التكفيري الفكر الإلحادي خاصة نغون تستغلان مجموعات الواتساب باش تأثير خيولان نشان بعض يعني المفاهيم اللي مغلوطة وغريبة وعجيبة يعني ما سمعنا بها. دا تعليق مهم كنتفاعل شوية بانتظار كنا غادي يلتحق الضيف الكريم سي محمد ابو الغازي كنا غادي يسيور الموضوع والموضوع مفتوح ربما يخسر كنا ديالي شي حد فنفتح المجال كذلك. ثومات سليمان ربما يخصك نغيسيور فمرحبا ثومات سليمان كذلك ذا شان التعليق كي نتفاعل شويت صحيح من دينا سليمان وخد عارف يعني المناطق النغنية باش نقول حسيمان النظاف قاين دين الدين ملحدين نيشان يعني بمجرد يعني الصوره نسان الكلام نسان قبل ما كيسن تعمق قداش قاصي صافي يعني غادي نقول المشكل، ولكن من بعد اكتشفت مفاجاه اللي هي غير ساره.
نعم، بالنسبة للهوية الأمازيغية نختيد بأنه المناضلين مغناس اني مزيغا صراحة للأسف لطخن يعني الصورة نصن بأنهم تعتبر مثلا بأنهم الاثنين ملحدين، ولكن بالعكس يعني بالعكس نيغ بأنه مزيغا خاصة أريافة أنهم من كبار العلماء الفقهاء المتشبتين بالدين الإسلامي، ولكن دي مزيغا الحمد لله يعني مش متشبتين الهوية وكذلك بالديانة الإسلامية السمحة. ثم سليمان عاود مرة خصد التريدة كنغ ويطيف شمانية مهم تذكيرا بالموضوع المطروح نهار النقاش بانتظار الالتحاق ثومات محمد ابو الغازي باش نسيور شويه الموضوع عاقات، بانه الموضوع يتعلق بنا كإكزناين وكمسلمين بدرجه اولى، لانه نلاحظ في الاونه الاخيره شخصيا يعني عامين مدرستين تقريبا صدف هذه المجموعات الواتساب إكزناين يعني تعترف بأنهم ملحدين. رمضان ربما تري وتصومنش وتريخش بأن رمضان، ولكن دي بعض الأمور الأخرى فتأكد بأنه يكذبون يعني ما جاء به الإسلام والرسول صلى الله عليه وسلم ديني الاستهزاء طاس يعني خمير العقد من الميموار التليفون دي المجموعات اني تهم دايس يعني البعض ديال الفيديوهات والمقاطع تشمئز منها القلوب لان منيني لا يتقبله عقل وكاين الشعر منيني للاسف الشديد ذيك زنين، لان نمشي نركز في زنين غالبا المجموعات كلهم تقريبا نيك زنين ما يتعلق بالتواصل وكذلك ديني جمعيات ديني مجموعات لا داعي لذكر الأسماء، ولكن مهم الأغلبية ليسن البعض النوذان تخيسن باش غادي ينتشر الفكر التضليلي والتكفيري قاين ديني يعني بيصير يعني بشكل واضح وفاضح. اش حاجة ماني تنفكر بأن نسيور دي الموضوع عاقات رجو خي يعني نقرا باش نسيور لان الاخر تاكد بان زوارج نقرا بان ربما تيري غلط وها تيري وذا مسلم شا ولا ضح شنو، ولكن الاخر يعني تاكدنا بانه وجه كل شيء قنغون بان الموضوع جديد وغريب يعني في نفس الوقت جديد لان عادي تصنع ذاني وسيم شا بان منيا وغريب لان غزنين جو انه من شاغ اكمانيه جا دي مسر من شي دي مسر من شي زي مرمي وعاد الحمد لله، وهذه البوش الفكر اخر يعني يدخل ك فكر يعني دخيل الحمد لله غزنين ملتزمين الالتزام التام يعني الاركان الاسلام كلهم يعني تقنثن وخاد الحج يعني الحج قديم الزمان نسن يقزنين بانهم تطحن حجان خضان خضان يعني كان قديم شان بعض نوذان راح الحجان خضان دي الحازي ماني مهم تاريخ ما شو، ولكن دي نوذان راح نظن يعني تقنث غير حج كان يعني مسافات طوال ولي شهور يعني ميزة حقا بأن الإسلام الحمد لله متجدر ذي المنطقة يقتنيك زنين حاجة وحدة ربما كيف نتفقوا هي بالنسبة للعرب يعني العرب مش وجبوا عرب مش نقارب ده أما من الدول النغنية دين دول قاعد يعني بأكملها وجبوا عرب ولكن مسلمين سنم باكستان سنم ماليزيا سنم اندونيسيا سنم ايران وخا ايران مهم ليس شيعة انما مسلمين ام جي امشي امني نشيني مزيغ دي مسلمين الحمد لله، ولكن لسنا بعرب والعربيه نغريت التواصل اللي نسور الزايس نتاع الزايس وجبوا ضد العربيه انما نبقى امازيغ مسلمين هذا الشيء اللي كاين. المهم نعاود نسور الاخوه والاخوات دي لي كومونتير
مرحبا بك سي احمد صاحبي، الله يبارك فيك علينا ولكم ان شاء الله، تقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال. رمضان مبارك سعيد للجميع. سي حسن زريول، اهلا وسهلا، تبارك الله عليك. ثومات نجل الملحدين لا ماكن لهم وسط الامازيغ ووسط المغرب. هامي نلقى خويا حسن شي نتغيما دي مسلم من اولا واخيرا، ثانيا دي مزيغ يعني أيه أنا نتشبت الإسلام مع تعاليم الإسلام ودي ما يمد غنسيت غريب يعني الديانة النغ، وكذلك نطفي الهوية النغ الأمازيغية من حقنا. ثم تمثل سميرة، من يريد الإلحاد فهو حر، لكن استفدتم من نشر الحديث. أيه هم احرار طبعا يعني شنو وجبوا خصنا نمنع، ولكن من غنمنعوا هو انهم تقن تاثير خيوض النغني يعني نشان المفاهيم نشان لي فيديو نشان بزاف استغل يعني مواقع التواصل الاجتماعي رغم انا مرن جيت يعني من نواه قواعد يبان ارض الواقع تفضل زنقتنا على مسيدية حتى في الملحدين جهارا نهارا وخا ديال نهار رمضان ربما مؤمنين شنو غانا حقا نيتينا نيتين لاننا ملحدين، لذلك يجب التصدي بزيروخ يعني قبل ما تنتشر الظاهره ياقت بشكل اوسع، يعني شحال ما نتصدات يعني الاول شحال ما تقل ولا من بعد تختفى بصفه نهائيه ان شاء الله، لانها الظاهره هي خطيره جدا على المجتمع المغربي الاسلامي وما الى ذلك. فبانتظار الضيف الكريم كذلك الدعوه موجهه للجميع ويخسر اللي ساهمنا كنا في الموضوع عاقف فمرحبا. عليكم السلام ثومات سعيد عمارتي، رمضان مبارك علينا وعليكم ان شاء الله. اذا يعني الاغلبيه تقول انهم فهموا الموضوع ويعني يستنوا بان تجي الظاهره هي قد لدى بعض الزنين لانهم تستغل منصات يعني التواصل الاجتماعي لنشر يعني نثر السموم، لان من هي السموم عبر وصلات يعني استهزائيه عبر مشكل الاخر يعني سواء نفس المازيغ وكامل وخديك زنايم من بعد تاتم ديال موضوع قسن والعياذ بالله الالحاد الاستهزاء زي الاسلام زي التعاليم الاسلاميه السمحه زي الانبياء الرسل، فما ينشن لا نقبله يعني بتاتا ذي باش هذه هي غايك زنايم اولا، وثانيا خصنا نتصدى للظاهره هي باش هو تستفحي الاكثر للمجتمعات النظريه يعني المغربيه والاسلاميه، لان الظاهره فظاهره عالميه زمان ننكر واخا المغرب لقى قدام الظاهره هي رجال ديني دعاه يعني الافطار في رمضان ديني دعاه التعري وما الى ذلك، فمن هي كله ينصب يعني في دوامه واحده وهي الالحاد، يعني شي نوجبوا ضد يعني الحريه وما الى ذلك، انما الحريه بينك وبين راسك يعني جاروش جيفينش المهم وحدش وتجيبوا شكل يعني مقتنع الفكره وفي نفس الوقت خيزر يعني تاثير خيوذا النغني باش غاش تبعن من هي يوان خشر، اما الحريه الشخصيه فلا يعني شغلك هذاك بينك وبين راسك فبينك وبين اللي خلقك فهذا ميان جا. صحيح هذا التعليق في الحقيقه
يعني شويه بالنسبه بدر محبوب مشكاش يعني في التعليقات دين بعض يعني الشباب بمجرد انتقالهم يعني من المستوى يعني الاعدادي والثانوي الى التعليم العالي للجامعه، فديني كتيري شويه يعني كتيري التاثير كذلك عبر يعني المطالعه عن الكتب يعني الالحاديه وما الى ذلك، فتوقع التاثير كذلك دي للاسف دي الحرام الجامعي وخل الجامعة يعني الفضاء يعني الثقافة وكذلك الدراسة عبر يعني الدراسات العليا وما إلى ذلك، ولكن للأسف بان بعض يعني التكتلات والفصائل الغنيني توقع بعض المرات تطحنات كذلك الصراعات ما بين تصل الطوائف الدينية ما يعني ما ينتمي إلى الفصائل العربية وما إلى ذلك، دين الأمازيغ وكذلك أخا ديناس وخد المنيان الملحدين، فأظن أنه منيا لا يجب أن يكون صراحة الشيء الأول ضد الفصائل مهما كانت، لان ديني غير الصراع وصافي، ديني غير صدع الراس، ديني غير المشاكل. يعني بنادم هذه ركز في الدراسه الناس باش هذه استوعاب ربما مهم. الدين للاسف البعض انه توقع تاثير ديني دي وسط الجامعات. الفقر لا أظن أنه يعني يدير السبب، لا أن ديني فقراء ولا زلوا منذ قديم الزمان، ولكن وجوان تريد أنهم يخرجون على الملة والدين وما إلى ذلك، فالفقراء موجودين منذ الأزل. إذن تأكد الأمر بأنه أتصل بذن بأنه مسنن بأن ديني الناس متأثرين ثمانية ويعلنون كذلك أنهم ملحدين. في الحقيقة يعني نقبل بأنه ربما يعني بلا ما نزرب يعني انا ما ارغى مناقشه الموضوع لانه موضوع جديد يغنيني غريب غنتاكد بانه واش بصح ديني تاثير ديني ولا صح تباع عشان نغني. نراجع يعني وقت يعني ما يكفي من الوقت عادي نطرح الموضوع عاقف، لان اي موضوع اني جا وجي جبوان ننكر، انما ذي من طقم زنيا رجع انا شو نشك حقيقه. ومن بعد صافي نتاكد بانه لو خمر يعرف وين في مجموعه ديال الواتساب قلنا ونديني البعض للاسف في هذيك زنايا يدعون انهم المهم زيد المنطقه اللي واخا ولي نزيد انما روح مشكل ذكا عندي يعني مشان بانه ما نيس تنين كذا. ومن بعد تقن قام شم ورن ويحري انا عاوداني بانه وجبوا المناضلين الامازيغ قد نثنين لا لاننا قاع لي مزيغين الحمد لله هي من ايام النضال خلى الهويه الامازيغيه اعاده الاعتبار مشينا كيف الزمرمي.
انا شخصيا يعني جلسه الخمانيه نشارك بواطاس المناظرات، بواطاس الندوات، مواقفات احتجاجيه، ولكن ما يخص الامازيغيه كهويه كاعتراف رسمي كما ينص على ذلك الدستور والمملكه فقط، يعني يجب لا غير، يجب نستهدف يعني ما هو ديني ولا يعني الخروج من المله وما الى ذلك، انما كامازيغ في اطار المسموح به، بمجرد اننا يعني نكتشف ولا غير شك بان بعض الامازيغ قام في الله كذا الاسلام كذا الاناث، بمجرد اننا نتشكى ذلك صافي تقطع يعني العلاقه يعني من جذورها، مسلمين اولا وامازيغ ثانيا فقط لا غير. اما الفكر الالحاد وما الى ذلك فنشين براءة منه. فبانتظار التحاق الضيف الكريم سي محمد ابو الغازي مراقش دا كيدنغ طابق قشدار، ف سكيد لانفيتاسيون باش الدارجيل نسيو شويه ديال الموضوع، ربما شكاك يعني معلومات اخرى خصك تصيوب رساله، فمرحبا نشي غير مقدمه ربما غير يعني والتعمق يعني ودين بوش التعمق يعني بزاف، انما ظاهره مهم معروفة وكلشي سي وذن سنت، بدليل أن كلشي التعاليق إذا غريغ قالش بأن أي موضوع خطير وبدأ يشق طريقه إلى إكس نين. بانتظار سي محمد ابو الغازي زال العدوى. صحيح ثمة بدر اي قنيش يعني تستغلان يعني من التواصل الاجتماعي ديني اي ظاهره قبيحه وذميمه، ف يعني تبدا بالتواصل الاجتماعي اللي جاس النبض يعني تخمم مني واش دين شان القبول اللي الرفض، فنشين الحمد لله يعني نكتشف يعني زي عبر هذه المنصات فكاسن نتصدى زي الاول، فلذلك نستغل نتخمم مني يعني ماشي جرح واش راني تقبل حد ماشي راني بلوكا حد واش راني نت، ولكن للاسف الشيء اللي كيكزناين عاد نتشري من قاني ولا نغني الملحدين عاد نتبعيثين عاد نتشجعيثين عاد نساور كيثين عاد تاريخا، فمري وفين يعني جن التصدي جن الرفض جن المنع، ف صافي هذا تسلمن ولا المهم تسمن ونشعل شمانية الاخرين غاو نشين تقريبا 3 سنوات وقام يكتشف بان دين يودان تخزن هذا النشان الفكر الالحادي 3 سنوات كافيه باش بنادم هذه تاكدنا. سي محمد للاسف لدي تاكيه دياري وصينغ حاول ما امكن تجد اكسبت يا سي محمد ربما غادي نشان المشكل ليه.
أهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا سي محمد، كيف الحال؟ سري أنا سي محمد، واش نتسريشا؟ الصوت وقيل الصوت يمكن شو، واش تسريشا؟ راجع غير وخا واخا راه نتسريشا. شكرا سي نجيب النغ الصوت. مرحبا مرحبا سي محمد. نشكري شي جن الشكر دام قران خل مجهودات تقاد خل عمل وانيتين باش تصيوض الاصوات المختلفه يعني ذيك زناين باش اديرين راني اثنين يعني ذي المستوى تلقين المعلومات يعني شكرا جزيلا. نشكاريش دي شهر رمضان تبارك شهر رمضان المستمعين ناش دي مشيوني ناش ديك زين ديك زنين النغز كلشي مهرة أخسني سي سي داب بجميع البلاء أخسني سي سي داب بجميع نظن كذا يتجان الحزن أثني جابي سعداء إن شاء الله. امين يا رب العالمين. الله يبارك فيك سي محمد، ورمضان مبارك سعيد علينا وعليك ان شاء الله باش ما تمنيتي. ونشكرش يعني الاطلاليه اكيد من جديد. فالموضوع يعني السنه من ديني فمن شي بان يعني الموضوع عاقل بصفه عامه السنة جي منا يعني يحز في النفس يحز في النفس ان ترى يعني كزنايا ولا اقول بزنايا وحدها بل اقول الوطن بكامله، ولكن تشميغ انا في هذيك الزنايا تريد تيارات ان تجرفها ولا ندري الى اين سوف تجرفها. انت في مثلا نقاشات عقيمه مثل النقاش الدائر حاليا اختساوي جاء المرأة للرجل جاء مطو الدوايز ذي الميراث يعني اسمع سي خدير فداش كان تسرس ذي عربات تسرس ذي باري وطفان شا ذي باري اتغطفان ذي عربات ذي ترانسيون ذي خلصون غيك زنين يعني دانيتين مكشمي ذي ترانسيون غيك زنين تمازي خدير دانيتين ما ينتج. انت قلتنا انت تشويش العقيدة النغ العقيدة الساذجة النغ شنو النيفو اللهم ارزقنا ايمان العجائز امن تنا ثني ثمغا ثني سيدنا علي الناس اين الله فقالت في السماء. المهم السني داقتك جنوها واتهم بو كيف يستوي على العرش نغشن شنت مسريين التي خاض فيها وجال فيها العلماء. المهم الإيمان العقيدة البسيطة التي جبلنا عليها وخلقنا عليها وولدنا عليها وترعنا فيها ونشأنا عليها، ولكن نهار باش أدياس شنتيارات يعني جارفة لا نقول أننا من باب السياسة وأعوذ بالله من السياسة، وجب من باب السياسة أننا نمشي نقاريو ذنينا قينا ينبغي إيقافهم عند حدهم يوذنينا يقصد بالدن غير حد نسن، ولكن وجيش من باب السياسة لأن شي السياسة جسم من يخسن شيء من يخسن شيء المال وزارة المالية غاصم وزارة الفلاحة وزارة الأنهار والمياه والسماء والأرض يثمين دوني عجبن وزارة الدنيا يثمين مين دوني عجبن والحاسب هو الله الحاسب هو الله مجلس المحاسبة ونغي حسرن يعني ذي المسائل يتعلق في الدنيا السياسة، ولكن هي تمي غير يتعلق الأمر في الدين يتعلق الأمر ليس في الدين الذي اجتهد فيه أصاب فيه
البعض وأخطأ فيه البعض. لا، هذه آيات محكمة، هنا آيات بينات، هنا القرآن، هذا قرآن بيننا. واش متغين سيدي ربي الميراث، الميراث إن الآية صريحة نصيبا مفروضا، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. صافي جمع يوصيكم الله، غنقالوا إن نصيبا مفروضا. إذن ذا المسألة الآية، يمكن الحجاب، يمكن هذا يتناقش الدايس، يمكن هذا يتناقش الحجاب قوة تسيبوا الآية ذكا توزيج الآية ذكا وليضربنا بخمورهن على جيوبهن، من عنا الجيوب الخمار ممشية الأشكال مرمي كذا 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 كذا. يعني إذا انتجى الاجتهاد العلماء، انتجى الاجتهاد، ولكن حينما يتعلق بآية واضحة وضوح الشمس في وسط النهار، وانت انت السيد وزير، يعني انت يعني وزير مسؤول للبلد، وانت يتولى بان الدستور المغربي ليس من بنوده الاسلام دين الدوله، ويستن بان نشين الملك رئيس الدوله يسمي بانه امير المؤمنين، باللي كنشين يجن الامه المغربيه امه اسلاميه، يعني مانيت كوانيتي. واولا نخاق اولا قبل ما غادي طالب تعديل القران، غادي طالب تعديل الدستور، بعدا هي الاولى، ما غاش ما غاش القوه هذه تبدا نيشان، هذه راح نيشان باش غادي يكسر الاسلام دين الدوله، باش نسمي خصها يخدم وتجي هذه راح ينبش ديال القران، هذه شاد ديال الايات، وانا تيزي شتي ديال الايات مش بوزيس فيه مغبوع السياسه دانيتين. ذاك ناس وقع ناس ملحد يريد ان يشوش على عقيده المغاربه، لا اقل ولا اكثر، ملحد غاس يجن وشي ناس يجن المنبر وشي ناس يجن الموقع اللي غيستفز المغاربه، اللي مروض اللي يستفزها باش غادي يسبان، باش غادي يخالف تعرف، باش يصل المغاربه بانهم جبلوا على العقيده. انت يسد يتشوش خاسن السيد، واش ذا الصح؟ واش ذا الصح يهزو المساواه بين المراه والرجل؟ المساواه بين المراه والرجل عاد نهار وانيتين، وذي جن الاشكال ذي العالم باسره عاد روخ، واتفقا في المساواه بين الرجل والمراه، لان ما يمكنش تتفقد جا اتفقد في المساواه بين الرجل والمراه، لان المراه جنس والرجل جنس اخر، كانك تريد المساواه بينما لا يقبل التساوي، لان والفيزيولوجيين التركيبين وحدس ووحس. يمكن الحديث السيد الوزير كان عليه نركل الحكومه نركل من يخوض في هذا، كان عليهم السوان جاه مغارين جارس. هنا التساوي مقبول، ان تتساوى النساء في الواجبات وفي جميع الحقوق. نعم، شنو غنغطي مغارين شي وي المنصب ذي الجاه ذي الجمال ذي العلم الزواج يجمع كل شيء، غنغطي مغارين وفين تاقعت كل شيء. وليس لاخواتكم نصيب، واش شنو غنغطي المغرب ويضربون السيد الوزير من يضبط درجه العنوسه، ويضرب من يوض درجة الهشاشة، يوضن تمطط ديال المغرب. يعني يجن فئة قليلة انتم غارين يجي تعيشن ديال البذخ، يجي تعيشن كيجن الحياة الرفاهية، كيجن الحياة كيجن التوذات انتم بوهرية. ولكن هي الأغلبية النساء، ألم يستطع أن يقوم بالتساوي بينهن
في الواجبات والحقوق. هو يسمى الذي يساوى جار الرجال. هناك رجال مضطهدون، هناك رجال يعيثون ويعبثون. غير التساوي بين الرجال قبل ما نسيور التساوي بين المرأة والرجل، وهو أمر لا يقبل التساوي. حتى الفلاسفة غاس ندايس الموقف دي منايا. ولكن روغنشن أهتنغي إني قشني البعيد التساوي بين المرأة والرجل. حتى ذي الغرب الذي هو ما هو إلا أكذوبة، سوف تتضح الكذبة في يوم ما. ولكن الآن بدأت المرأة في الغرب تعي بأنها ألعوبة، ولكن هذا لا يهمنا. من أخي تهمان روغنشين شميد غنصيوض النقاش ونيتين نصيوض يضيض غا تقابو سنتدات نصيوض يضيض غا كزنايا هاك زنايا اللي معروفة في المحافظة، معروفة رنشين سسمين ذانيتين. لن نسمح لأفواق الحكومة ولا لأفواق الملحدين باش هذا في الرنشين غاد مواطننا ليعيثوا فيها فسادا. على الأقل تمازيغ ذانيتين أتجن غايني تينا وقت السويض نشا غادو ذرين أخيني نوديك القرآن بدأ الطعن فيه. من سوف يقبل أن يطعن المغاربة في آية من آيات الله؟ من سوف يقبل من المغاربة أن يطعن في قرآن في القرآن؟ ألم يكن حريا بسيد الوزير باش غير حد أذيني سوا جاء المرأة والرجل ذي الميراث وكأنه يفتخر بذلك ويقول نحن مع يعني مع أن يتخلى الرجل عن نصف ليبقى هو والمرأة يعني سواسية ذي الميراث. ولكن لماذا لم يذهب الوزير إلى حد بعيد في المسألة وفي هذا المشكل بالذات؟ المشكل ما يجا السيناجي منا والسيناجي مش غنغر المرأة، المرأة عوض ويضغى ما ناسي وش أصير يا ربي أزينني مصغون كان عاد وسي وش يحد شي غنغر 90% دي العالم القروي دي مغارين ووارث مشاكا أجي وثمان كا غنغيش المشكل دي المجتمع لخلنا نخدي وضن تعديد المشكل المجتمع ذو النقج القابل للإصلاح ذو النقج القابل للدعم لأن غنغ مشكل مجتمعي فمطز وهو عرض شاكا 90% مغارين وتوين تورا دار حد ووين تورا حق الله ما ناس انت فرصي دابي. هنا كان على الوزير أن يتدخل، هنا كان على الوزير ذاني داسي وجه أن يحفى أن يبحث خل الأسباب المسببة مين مغارين غيرين أن تحس من هي الأولى أن تعزر أخذ دفعا باش هذا وين ترحق الصد أقا 90% مغارين ذي العالم القروي ووين تبور حق السنت كياش 8 سنت انت يسد نهار وانيتين ما نغيت غيسيور يساور التساوي يعني وكأنه وجه الغرضين الصح التساوي وجه الغرضين وهو يعني هذه راح هذه عالج يجن الفئه مستضعفه ذي المجتمع اللي هي المرأة. يعني فعلا المرأة يا ذنيتين ما ريخصيتش اسنبش ما رغتش المعاناة اكي سنبد ما ريخصي. ولكن تروغا لو تجيبوا هو الهدف ينس هو الاستفزاز المغاربة في دينهم وفتنتهم في دينهم. اسمح لي السي محمد على المقاطعة،
ده الاخت سميرة خسك نشارك ذي اللقاء، ولكن للاسف غاش مشكل التليفون، ربما غادي المحاوله مجددا. ده شان تعليق بانه ايه سي محمد ركز بزاف يعني خلى الميراث والتساوي بين المراه والرجل، فايه من يجي، ولكن مازال عاد وين تاثير مباشر قوي خيك زناين. فان دي المقدمه جانيه بانه ديني افكار اخرى ظلاميه ولنا قاين كي تخيس نصرن يعني السموم. ف بصفه عامه يعني واخا اي واخا الموضوع الميراث التساوي هو من يوجب يعني ندوار بان الاسلام يسيد شان مفاهيم اخرى يعني وجبود من يدبن جديد اقل بعض يعني الحقوقيين اقل بعض خصنا ايه خصنا يعني بصريح العباره خصنا غيان ما جاء به قوله تعالى في يعني دي بزاف الايات ما للمراه وما للرجل. ف واش ممكن يعني من غادي في ذي اطار الالحادي واذا قال من خصها غياني هذا، واش ممكن يعني نعتبر بانهم مرة اثنين ملحدين؟ سي نجيب النغش مرة بنادم يسور التساوي بين المراه والرجل وهو امر بين قوسين غير مقبول منطقيا، لانه كمن يساوي بين الجزر والبطاطس، يعني هذا جنس وهذا جنس، او كمن يساوي بين الحيوان والانسان في الحقوق والواجبات. لا يعني المراه ضعيفه، يعني المراه يعني مثلا ناخذ على سبيل المثال المراه وضعوها في المنزل ضعيفه مثلا نهار وليتين، من يغيني الاسلام من يغيني الاسلام فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. اي من خلينا نتغير السنه اللي نشهد من عقد تعدد الزوجات، والاسلام والله سبحانه وتعالى يبيح، يعني من يسمح له بان يحرم ما احل الله، أن يحل ما حرم الله. وهذه كلمة قالها صاحب الجلالة في خطاب قالها، قالوا إني لا أملك أن أحرم ما أحل الله ولا أن أحرم ما أحل الله، يعني شمي غيرين وغ غث مسرش ثانيتين. أما شنو تعدد الزوجات؟ تعدد الزوجات ذا القانون من يدافع عنه؟ من يدافع عنه؟ تدافع عنه النساء المتزوجات، يعني نصنف هذه المجتمع. ولكن هل نعلم على أن عدد الرجال في العالم يفوق بكثير عدد النساء؟ تف يا يزن يتمتن ديال الحروب، وتفوت غير يتمتن ديال الحروب يتمتن يا يزن لأنهم مقاتلون. إن انت في الغرف وتنهار وموت غير ذي النظرة جيبو 57 غير الشباب غير عثمان ذي عيزن انت في وقيتي وقيت وقيت متن ذي لي باتيمون ذي لي زاكسيدون دو ترافاي ذي لي شونتي ذي انت في ذي عيزن، يعني ذي مغارين سي نورمال ديالي العدد نسد، سي نورمال ديالي العدد نسد، يعني ذي الوجود ذي مغارين كتاز قايزن. ومن الحل من الحل غيقترح شي نجدي العالم باش إذا مغارين تزوج جنس كلشي، وعدد النساء ضعف من عدد الرجال، إذا لم يكن هناك إذا لم يكن هناك حل. أم الحل دي يا سيدي ربي تزوجوا مثنى وثلاثة ورباع، مين هو رايح أذينين 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 الغرب؟ أنتم منعتم الزواج ولكن أبحتم الصاحبات مثنى وثلاث ورباع وخماس وسداس وسباع وثبات، اقشدين الى ما لا نهايه. ثاني تلقاوتني يعني سي ربي خصها تيحصى ذي المشروع، تيحصى ذي المباح، تيحصى ذي الزواج باش ودعدي قال الانسان وخا مني كيسبد ذي ربعه مينا قوت في الدنشا وتسبد الدنشا قشدين غرق
يعني يشت موت الزواج، ولكن ما راك 20 يعني غير ماشي ما مزوجش بهم ماشي مشكل، وجيبوا المشكل اللي دوز ديال الحريه على حال. من خصني دي مساله ثانيتين، وهو انه لو كان النقاش شنو نخصبوا هذا يسندف، لانه ربما لا نملك ما سوف ندافع به، ولكن القضية واضحة. الشين مناخي تهمان دايز دانيتين، وهو أنه أن يتم التجرؤ والتطاول أولا على دستور البلاد الذي يقول إجن البوند زي البونو دينس الإسلام دين الدولة، ثم أن يتجرأ أحد على المس بآية من آيات الله الظاهرة. إما رادي جل الآية نغزش الحديث نغزش حاجة مختلف فيها نغزش نقال اختلاف ورحمة شنو نرح غأيسروها ذوني انت، ولكن قال آية يدانيتين قد الله معمولا بها إلى منذ أن عرف الإسلام في أرضنا وإلى يومنا هذا. يعني باش أدياس جاني جديني أدييني أنسوا جاف مطدوا أياس دي الميراث، يعني تواريخ دانيتين ونيتين تطاول على القرآن واستفزاز لمشاعر المسلمين والأمة المغربية، ونشين ذي المواث النغين قزنين قرأ نشين استفزاز يعني ينادي تدفن أم الشغرة ونيتين. إن لم يكونوا ملحدين فهم إخوان الملحدين فقط. يلا سيد نعم سي محمد، نشكرك يعني في المداخله يا ف نشد النقاش بانه واش ممكن ان نعتبر بانهم بمثابه ملحدين. اي قد جاوب بدا نقد خلى السؤال قط، واخا نركز بزاف يعني خلى الميراث المساواه بين المراه والرجل. الدين يعني يقول بانه الرجال قوامون على النساء، فمن هي بدون يعني نقاش وبدون شك انه هو يتجاوز، ولكن وخضر المراه اكرمها الله سبحانه وتعالى بكواطاس يعني المواضع. نجيب التفاوت ذي الحقوق ذي الواجبات ماشي هو عدم المساواه، هناك تفاوت. هناك احيانا تميل النصوص الشرعيه التي جاء بها الاسلام تميل احيانا الى الرجل، ولكن احايين اخرى تميل الى المراه، احايين اخرى تميل الى المراه. يعني ذي التفاوت، وهذا التفاوت لا يمس بجوهر المساواه التي اقرها الاسلام بين المراه والرجل في الحقوق والواجبات. صحيح نعم. فهنا يعني نذكر بان الاخت سميرة خيسة كنغد دخلت في المداخله، ولكن للاسف ودينيش المشكله على التليفون ربما. ف يعني الموضوع مفتوح ديال المقدمه نغون بانه ود النخشب يعني بالتفاصيل من ديني بالضبط يعني خل الدعاه يعني الالحاد وما الى ذلك. سي محمد يعني في مساله الميراث المساواه بين يعني الرجل والمراه، فهو الموضوع صراحه شائك و ليس من غادي نياطاس، وممكن ربما تري اننا نيا وانتشبوا الحق طرف على طرف اخر، لان كثرت الدينيه طاس الهيئات المنظمات المدافعه عن حقوق المراه قالش لا نشي متشبتين بهذا الامر، لانه لا يعدو انه حق من حقوق المراه هذه المساواه اللي يعني من اغاثه الدعان قديش يعني دلائل الانسان الانسان، ولكن في نفس الوقت نشين يعني واجبوا مؤهلين باش نصدر الاحكام. نعم سي نجيب، يعني المساله من جد النقاش فقط ذي قاعات يعني المحاضرات فقط، يعني يجوز نقاش حر والتعبير، ولكن حينما يتعلق الامر بسياسي
يعني الأمر يعني يتعلق برجل السياسة. هنا بالأمس القريب كنا نقول للسياسيين نعم عندكم الحق حينما تقولون لا يجب الخلط بين الدين والسياسة، حينما كنتم تقولون لأولئك الذين يقولون صوتوا لله أنهم تجار الدين وكذا وكذا وكذا، بحكم أن المغاربة كلهم مسلمون في أي حزب كانوا هم مسلمون. نعم هنا كنا مع الأحزاب السياسية في هذا الطرح، ولكن حينما نجد على أن السياسيين تركوا كل مجال الحياة، تركوا كل مجال الحياة، تركوا الاقتصاد، تركوا الأزمات، تركوا جميع الأمور التي يعيشها المغاربة، وجاءوا في رمضان الذي يرون أنه تتسع فيه دائرة الإيمان في قلوبهم، جاءوا من أجل أن يدينوا السياسة. الآن هم من يدخلوا الدين في السياسة. يعني استسمح المقاطعة مرة أخرى سي محمد، ناخذ وجهتنا سميرة. لا بما أن يعني الشهر وقتين مارس هو شهر المرأة، يتم يعني الاحتفاء بالمرأة في 8 مارس، ومازال اللي مع هذا القناة شهر مارس ماشي مشكل نسيو روخا الكنيسة. الموضوع عن المرأة وما يعني ديني أصوات تدعو إلى المساواة، ربما ونسي نشر رأيين مع الموضوع أقف مازال باب مفتوح ما خصها الدليل، ولكن للاسف دين شال الخلل خصتني الراي مؤخرا كتابه انا غير الموضوع قص دين الناس محمد ابو الغازي بالنسبه يعني يودان يقيت دعان غال المساواه ما بين المراه والرجل، ف هذا الموضوع يدخل في اطار ما نريد دي المقدمه. واصل سي محمد اتميم مرا على كل حال امدش النغ يعني تشمي غدا في السياسي اراد ان يدخل الدين في السياسه، يعني هو من يجر الدين وليس الدين هو الذي يجر السياسه اليه، ليسوا اصحاب الدين. الان بدا النقاش من رجال غير رجال الدين ومن سياسيين كان عليهم أن يصبوا جهودهم في علاج الأزمات التي يعيشها المغرب الحقيقي. أما الميراث، التساوي بين الميراث، هذا يتعلق بآية محكمة. هنا لا يجوز لأحد، ما دمنا في دولة من بنود دستورها الإسلام دين الدولة، على الأقل الوزيرة وانيتين نغذ السياسية وانيتين أول شيء يخلي حرب العنوان هو أنا ذاك يمكن أن أدياز ديني شنغل نتغني ودي القرآن نغي ودي السنة، ولكن ما حد الدستور يقى الإسلام دين الدولة والإسلام والدستور أسمى قانون البلاد، لا يوجد قانون أسمى من الدستور. إذا السياسي والوزير ومن يفترض فيه أنه هو من يصنع القانون يأتي ليخرق الدستور في كلام يعني ينشره عبر الصحف، والحقيقة أن هذا الأمر يجب أن يتابع فيه قضائيا لأنه خرق للدستور. لأن ما معنى في الدستور أن تجد البند الإسلام دين الدولة؟ معنى كل من يدعو إلى الإلحاد أو الكفر، لأن من كفر بآية فقد كفر بالقرآن برمته. يعني دنيتين أن أنشتث العقيدة، أنشوشخ العقيدة المغاربة، دنيتين نعظم خانغ
خذوه ماني لازم خذوه امام المتطرفين امام المتطرفين حتى زي المسلمين تفنت المناسبه تفنت المناسبه لاعلان تطرفهم ولماذا نصنع التطرف اذا كان بيتك من زجاج فلا ترمي الناس بالحجر اذا كان بيتك من زجاج فلا ترمي الناس بالحجر لو اننا احتكمنا الى الاسلام سوف نجد امورا اخرى يعني هنا على السيد الوزير ان يراجع نفسه وعلى السياسيين ان يراجعوا انفسهم في هذه المواقف التي تمس بالمغاربة ف يعني المسألة لا سمعت احدا يقول بان الدين افيون الشعوب نعم الشعوب هذه قالها من قالها 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 الملحدون هم من قالوا وليس المغاربة من قالها المغاربة لم يقولوا بأن الدين أفيون الشعوب المغاربة الدين وحدهم كما وحدهم الوطن يعني نعم الجمله هي اصلا يعني واسطه الاساس يعني زي الصحه لانها مزوره غنيني لانه قلنا افيون الشعوب ان تخرج الموضوع اخر اللي هو كره القدم فجاء يعني البعض الاخر ارادوا ان يعني يستعيروا الكلمه ولا الجمله فوضعوها في موضع جبود قلني لي أعرف أخ الدين يعني الدين أفيون الشعوب وقالت كلمة يعني دخيلة غانيني وغير صحيحة هناك من يقول على أنه لماذا بالضبط الحديث عن الميراث وعن لماذا نفصل هذا الموضوع عن الإلحاد بصفة عامة نحن لا يهمنا الإلحاد لكم دينكم ولي دين ولكن حينما يأتي وزير أو سياسي يريد أن يغير آية يقرأها جميع المغاربة المغاربة لن يسمح له بذلك أما إذا كان يدافع أما إذا كان أن يلحد في نفسه فلا أحد يلومه فلا أحد ينصت له نعرفهم منذ زمان ولكن هذه حرية ديالهم هم يعني الله سبحانه وتعالى يقول لكم دينكم ولي دين في ختام آية الكرسي يقول بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها يعني من أراد أن يستمسك بالدين فمرحبا به ومن أراد غير ذلك فهو مختار يعني هنا موضوع الإلحاد لا يهمنا بقدر ما يهمنا نحن بقدر ما الموضوع تجلياته هنا المغاربة لن يقفوا مكتوف الأيدي أمام من يريد أن يغير من كلام الله أن يغير من آيات الله يعني المغاربة هنا سوف يرى منهم العجب العجاب أما إلحاده أو يريد أن يفطر في رمضان أو يريد أن لا يعني يقوم بأية شعيرة دينية فهذا شأنه وهذه حريته
يعني لا احد يمكن ان يتدخل في حريته الشخصيه، ولكن حينما يريد ان يستغل موقعه السياسي للتاثير على قرار سياسي من اجل دفع البلد الى فتنه هو لا يعرف من اين تبدا ولا اين ستنتهي. ولكن الحمد لله، يعني نحن نعرف على ان خطابات هؤلاء ما هي الا زوبعه في فنجان، ما عدا كما قلت سابقا ما عدا للاستهلاك الاعلامي فقط. هم لا ليس همهم ابدا ان تتساوى المراه ولا ان يتساوى الرجل بالرجل ولا ان يتساوى الانسان بالانسان في هذا البلد. فوقاش لقيتي هاد السياسيين يدافعون عن سواسية الناس، وهذه قال فيها عمر، قال فيها عمر: ما تستعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. يعني خلق الناس كأسنان المرشد. يعني هؤلاء السياسيين ليس لا يهمهم أبدا أمر السواسية. لو كانوا يريدون السواسية لسووا بين الإنسان وأخيه الإنسان، بين المغاربة الذين يئن معظمهم ويعاني في حين يعيشونهم في جنات تجري من تحتها الأرض. نعم سي محمد، انا تفاعل شويتك بعض الاخوان كاين غادي يصورني تعاليق. فنارخ سي الدكتور عبد السلام الفيزازي: اولا بعد اعتذر بان القوليه قد افيون الشعوب، كما يعني ربما هي من اقوال الفيلسوف كارل ماركس، لان هي قوله صحيحه، ولكن لا تعد انها يعني شكا مسلمين لا نعترف بها، يعني مسلمين دين الإسلام يعني يوجبوا أفيون الشعوب، فشأنهم ذلك يعني وقع تعتبر بأن الدين أفيون الشعوب فيتحمل مسؤوليته والمنية. أما في ما جاء في التعليق الأول للأستاذ عبد السلام فيزازي، أنش قلتم الظواهر وهذا مهم، لكن الآن تناقشون الميراث، يعني المسألة الدينية في شق الميراث. شوف بالنسبة لي الموضوع العقافي يدخل في إطار من هي مقدمة لجلني التمزوار الإلحاد، أي قدين ملحدين رنتنين يعني تطرقون لهذا الموضوع المساواة بين المرأة والرجل في موضوع الميراث. فمن يحظى غسي نش تخفنو يعني تسريق بأن إجنين إن غسي خفن سن سيقول دمانية، وإذا وجب خروج على الموضوع. فمن يغين قال بأنه خسر غيان الآيات القرآن وما جاء به في النصوص يعني الدينية المعروفة، فهذا يعتبر 100% يعني خروجا عن الدين وإلحادا، فهذا في صلب الموضوع الذي نناقش. ديني أمور أخرى طبعا، مجالات أخرى نخنشي نشعب شوية موضوع قتل المرأة والمساواة للرجل، فموضوع توريخ لأنه قابل للنقاش. هذا فيما يخص يعني من دين نسي عبد السلام الفيزازي. نكمل المداخلة نسي عبد السلام. نشد دين أفيون الشعوب جاءت في كتاب الرأسمالية لماركس، وهي ضد الكنيسة، علما أن ماركس لا يعرف الإسلام، لأنه ثبت أن إن عاش واحدا في الجزائر والمدة لا تكفي أن عاش شهرا واحدا في الجزائر والمدة لا تكفي أن يعرف الإسلام، وكانت الفكرة ترد. من أيام ربما غندور غيج العالم كذلك العالم أمريكي 100% سنيت سي عبد السلام الفيزازي، العالم اللي يعيش المدة كذلك في المنطقة الكزناية كهروشن، ف الكتابين سيطرق الموضوع عن الدين، لأنه
يكتشف بان المزيغان المغاربه متشبتين في الدين الحنيف. بالنسبه لماركس الشهر واحد لا يكفي ماجد لنا ربما. على كل عندنا في الجامعات على اعتبار النظام نناقشه انطلاقا من الماديه التاريخيه والغالي نفسه بدأ ملحدا ينتهي قمة في التصوف، ولنا أمثلة كثيرة في الملاحد المفكرين وانتهوا مؤمنين ليعودوا يعيدوا كتابة القضية والنقيض، عملية سحب أفكار نادوا بها موضة ليس إلا. في الحقيقة المنهي يعني ينتهي بهم المطاف إلى الرجوع إلى الدين وما جاء به الإسلام. كل شيء وخذ الحقوقيين جدا حاليا سواء في المغرب ولا خارج المغرب، وغن قالوا وذند من قاع كان بأنه الإسلام يوضح كل شيء، يعني لا وذي نبوش تصحيح ولا تغيير ولا تصويب ولا وما إلى ذلك، خاصة لمن هي القضية دي الناس محمد أبو الغازي الميراث. فالدين الإسلامي حسم الأمر يعني جملة وتفصيلا، فلا داعي يعني للاجتهادات الفارغة. أيه نحترم الحقوقيين والجمعويين من بينهم غالغ خديك زناين كذلك دي الميدان أقاث الحقوق المرأة، نحييهم بحرارة نشجعهم، ولكن باش تفغن يعني قرارات ولا من اني وين الاسلام فنشين نرفضه رفضا تاما. سي محمد بلغ كاين شان الاضافه لا, لا 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 يمكن ان اضيف شيئا الا يعني بمثل ما ختمت به بان المساله ليست الا زوبعة في فنجان، وأن الهدف يعني هو آني ظرفي، يعني ليس إلا ربما حتى أولئك الملاحدة المغاربة يختلفون عن الملاحدة في مكان آخر، لأنهم سقوا من ماء المغرب، يعني ومن طيبة أهل المغرب، فلا يمكن أن يظلوا مدى الحياة يعني ملحدين، سيعودون يوما إلى رشدهم، وستجدهم إن شاء الله أول من سوف يدافع عن الإسلام. نحن نريد أن لا يكون هناك خدش لعقيدة المسلمين، أن يحترم المسلمون المغاربة في دينهم، لكي لا نجلب على أنفسنا يعني ردود أخرى يعني غير محسومة العواقب. ولذلك كما قلت سيناجيم، سيعودون إن شاء الله إلى الصواب، ونطلب الهداية لهم، ونعرف على أن المغاربة أبدا لن يسمحوا بالتنطع ولا بالتطاول على هذه على كتاب الله عز وجل، يعني يعني نحن في أمان من هذه الجهة، وحتى عندنا الملك يعني هو حامي الملة والدين، يعني هو الذي يحمي الدين من أي مصيبة قد تأتيه من هنا أو هناك. يعني الحمد لله المغاربة غامر صمام الأمان الشعب الملكي ناس، وانت ويري بوشن الخطر، ولكن نقول لإخوتنا احتار من شتمات سن، هذا عشنا اجيا شتمات سن في خير وفي خير، وهذا هو اللي كاين. وان نعم ما يعني ما ابتليت أمة بالجدل إلا أغرق الله في العدم، يعني ما راح ننشد النقاشة الفارغة التي لا تؤدي بنا إلى أي نتيجة. وفي الحقيقة يجب أن نتجند جميعا، وأن نصب جهودنا في الدفاع وفي مقاومة الثالوث المرعب، أقولها دائما وأبدا، الثالوث المرعب. ما هو
المرعب الفقر، الفقر والجهل والمرض. هاد الثلاثة هادو هما اللي خصنا نوحدوا لهم الجهود، وما نجيوش حنا بأمور أخرى، يعني لا 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 ناقة لنا فيها ولا جمال. وتحياتي السي نجيم. تحياتي، شكرا جزيلا السي محمد، بارك الله فيك خل المداخلة القيمة، نشكرش. إلى الملتقى إن شاء الله، هنسير ذي مناسبة قادمة، نشكرش مرة أخرى إن شاء أخرى. الله. شكرا، بارك الله، شكرا، تحياتي. إذا نشكر فهمتنا محمد أبو الغازي مجددا، يعني نسير ذي مجال فقط من ضمن مجالات متعددة يعني تتعلق بالموضوع المطروح يعني منذ البداية. فنغد مقدمة الإلحاد الذي بدأ ينخر المجتمع الإسلامي وكذلك هذه المنطقة الغزنية، فمن يقف سيور يدخل ضمن هذا الموضوع هذا. فيه نشينو نسيور يعني بخل الديانات، لان كل الديانات تقريبا موجودين، وخا ديال المغرب دار المسيح دار اليهود، وخاصه يعني المسلمين يعني الغالبيه المسلميه والحمد لله، ولكن الكل يعيش في سلام وثبات يعني، وادي نبوش المشكل، وادي انما نشين نسيور الديانات اللي ديفان جديد، ودي ما نعرف من الديانات ولا من عنان، ف ما يدعون اليه يعني الملاحده والعلمانيون كذلك. ننسى ان ديني بعض المفاهيم المغلوطه التي يتم نشرها والدعايه لها، فنشين يعني نسوير بوخ الديانات السماويه، ولكن سوار بعض يعني التصرفات يعني بذن يعني في الظاهر أنهم مسلمين، ولكن فهذه العمق تفتن يدعون إلى بعض المفاهيم اللي هي مغلوطة وغير صحيحة. فنشكركم جدا على تفاعل ونكلنا، مازال الموضوع قصدهم قرن على نسيور، ربما نستضيف فين وجيونا النغني نسي ورخل مجالات اخرى تتعلق بهذا الميدان. ايه النهار نتعمق شويه في ما يدعون اليه يعني بعض الناس الى المساواه بين المراه والرجل، يعني طاس الحقوقيين طاس الناس، ربما تجاوز شويه يعني النقاط الخطوط الحمراء، ربما قناش بان الغي عن النصوص يعني الدينيه وما الى ذلك. فمن هي غير ممكن ان نصنفه ضمن خلي يعني خانه الالحاد. فموضوع علاقتنا نبغى بزاف، من بعد نواصل يعني سلسله قط، ربما مرن نفا يعني وكن غيناقش يعني موضوع يعني بمعطيات جديده و معلومات اخرى. ذنيتين ونني شكرا خل المتابعه. السلام عليكم، تحيه للجميع.